اليوم بدعوة كريمة من الفيدرالية الناشرين في المغرب تشارك الوكالة في المجلس الفيدرالي لتقديم حصيلة عمل المؤسسة في القدس تحت الإشراف المباشر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله رئيس لجنة القدس، وهي أعمال يقدرها الفلسطينيون لأنها تساهم في تثبيت المواطنين على أرضهم ومساعدتهم في كل القطاعات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم والإعمار والمساعدة الاجتماعية وغيرها. وطبعا هذا دور مقدر للمملكة المغربية بقيادة جلالة الملك حفظه الله، ودور أيضا مستمر يتكامل مع المسار السياسي والدبلوماسي الذي تنهض به لجنة القدس، ثم العمل الميداني الإنساني الذي راكم طيلة 25 سنة إنجازات مهمة ما يفوق عن 200 مشروعا كبيرا وعشرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بميزانية فاقت 70 مليون دولار، 90% منها بتمويل كامل من المملكة المغربية. هذا اللقاء كان اليوم مع المؤسسات الإعلامية المغربية بهدف تقييم واقع القضية الفلسطينية في الصحافة المغربية ووضع استراتيجيات لتطوير الرواية الفلسطينية في الإعلام المغربي. كان اللقاء شفاف ويعني حوار موضوعي بين المؤسسات الإعلامية المختلفة، تم التحدث فيه عن أبرز العقبات التي تواجه ذلك، وتم الحوار حول وضع آليات واستراتيجيات لتجاوز هذه العقبات. جدا في الإعلام المغربي هناك تبني كامل للقضية الفلسطينية، وهذا طبعا عشمنا دائما بالشعب المغربي والإعلام المغربي الذي منفك أن يكون صوتا لفلسطين، ونأمل أن يستمر في بذل المزيد من الجهد خاصة في ظل ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون من اعتقال وقتل ويعني اعتداء من الاحتلال. هنا ينبغي أن يكون هناك دور مضاعف للإعلام المغربي لنقل صوت الفلسطينيين إلى العالم.